لا فامي اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في نهار جديد ومرحبا بكم في فلوق جديد ومع بلاصه جديده وناس جداد. لاباس عليكم اش اخباركم؟ كلشي بخير. اول حاجه الله يعطيكم وحده بحال هذه كاملين هيا الله يعطيكم وحده بحال هكا كاملين واحد واحد زعما البارطاج ديالكم والله العظيم الا بكم وحق الله الا بدينا كنتقدموا شويه بشويه. ملي خرجت من الدار شحال من واحد وقفني وحق الله عليه هادو ما كنعرفهمش ما كنعرفش هاد الناس هادو وكيوقفوني وصلت هنا لباطوار اكادير باطوار وصلت لباطوار وقفوني ثاني ناس اخرين. مرحبا اجي تشارك صافا صافا الحمد لله سلام بلوصه كادو هادو هادو عندي ربعه بحال هادو والله الا زعما تحلو انت تعاون معاهم سمع عليك عندي ربعه بحال هادو الله يسهل عليك لفه على والله الا عندي ربعه بحال هذوك والله مازال ما حليتو كاين عندي في الدار يلاه حليت وحده جديده هاد الايام هذه قطعوا الشرطي قبل ما يوصل ونصليو الهضره قلت لكم والله العظيم الا وقفوني شحال من وحدين وقفوني في الطريق ما كنعرفهمش وقالوا لي كنتفرجوا فيك داك الشيء زوين داك الشيء واعر وصراحه هاد الشيء كامل بكم انتم والله العظيم الا بكم انتم كون ما كنتوش نتوما كتبارطاجيو كون ما كنتوش نتوما كتفاعلوا وكديروا لي جيم وكتشوفوا وكتكومونتي والله العظيم ما كان هادشي غادي يوصل بالله. دابا هبطت من الطاكسي وقفوني ثلاثه والله غير ثلاثه اللي وقفوني ثلاثه الناس وقفوني ما كنعرفهمش واحد قال لي واحد دخله زوينه غيكون دابا كيتفرج واقيلا في هذا الفيديو هذا قال لي كتمشى شافني معلق الكاميرا كتمشى قال لي خويا بغيتك دير لي شي تصويره قلت له مرحبا قال لي داكشي اللي كديره زوين كمل عندك الله يحفظك شكرا بزاف تحيه لكم كاملين تقات لي على لافيل قلت نمشي نجيب دوره في لافيل نهبطو عند الرمال نجلسو شويه مع ريوسنا نرتاحو شويه نكونسونطراو واحد شويه هادشي اللي كاين ندوي معاكم خلينا نرجعو ثاني للخدمه ونشوفو المهم احنا في الدنيا وحنا في الفلوق وما عرفنا كي غادي يدوز هذا الفلوق هذا هادشي اللي كاين دونك نقطعو الشامبيون سوف نقطعو الشانطي عرفتي درت واحد لفوت خايبه صراحه نعترف بها ها هو ما قطعش من ممر الراجلين هو ممر الراجلين غير حدايا ولكن علاش صراحه حيت ملي كتكون غادي انت كدير هكا في الشانطي كيبان لك الشانطي خاوي هذيك هي الفرصه ديالك باش تقطع اوكي ماشي مشكل ملي تقطعو في ممر الراجلين واخا انا ما كنقطعش بها صافي نتوما ديك الساعه قلت لكم الله يعطيكم الرانج روفر كاملين ياك ولكن هذه في خاطر الياس هي جيب الياس في خاطر الياس وفي خاطر لا فامي ديال الياس هي اوب تحيه صحه عرفتي شنو دوزت في الطريق صراحه كتفكرني في ديك الايامات اللي كنت يلاه هذه معلومه غتعرفوها عليا ملي كنت يلاه شديت الديبلوم في فندقه عرفتي كوت السيفيات حكم هز ملف عامر بالسيفيات وكيبقى يفرق لي زوطين هاك عطينا هذا عطي لذاك عطي للزين اللي حداك ديك الساعه صراحه ملي تلاقيت مع دوك الناس كاملين والله العظيم الى صافي بليزير وحق الله الا شي حاجه واعره والله العظيم داكشي علاش كنقول لكم ديما وقت ما بنت لكم جيو عندي والله الا مرحبا بكم راه كيعجبني الحال ملي كتجيو عندي والله العظيم ماشي زعما كنبين تصور على ظهركم ولا نتصور بكم نو ولكن كتزيدوا تشجعوني ملي كيجي عندي شي حد وكيقول لي راه كنتفرج فيك وداكشي اللي كدير زوين يعني وكنعرف ديك الساعه بلي داكشي اللي كندير راه كيوصل للناس ما كنبقاش ندير غير من هكاك فهمتوني يعني ما كنبقاش غير نخربق يعني داكشي اللي كندير راه كيوصل للناس راه داكشي اللي كندير ما كيمشيش غير هكاك صراحه وكتزيدوا تشجعوني كتزيد كنعرف بلي راه كاينين الناس اللي كيبقاو يتسناوني نلوح لهم دي فيديو كنزيد نتشجع كنزيد كتكون فيا لي انرجي باش نزيد نلوح لكم دي فلوغ اخرين تحيه لكم كاملين كنبغيكم كاملين انا دابا في هاد القنطره اللي 90% ديال الناس اكادير تصوروا فيها صراحه اغلبيه ديال الناس اكادير ملي كتدخل البروفيل ديالهم كتلقى شي تصويره داير ديك هاك ومصور فيها عاجبو الحال صح تحيه لكم دونك هادشي اللي كاين واسف تلاقينا معها خاويه ما فيهاش الماء شتو شتينات كاينش الماء بطرا احنا دابا في الشاطئ واخا ما كنبانش لكم مزيان حيت دابا الكليراج ما كاينش هنا فهمتوا ولكن عادي المهم دابا كان سامارش بون حنا دابا هنايا باش شويه نطلقوا العينين نطلقوا الانظار ديالنا نطلقوا عينينا يشوفوا شويه في البعيد يرتاحوا شويه ونكونوا سامارش نكونوا زوينين دونك هادي يعني ميساج لكاع الناس يعني اللي كيقراو سواء اللي كيقراو سواء اللي خدامين حاول دير شي حاجه جديده في نهارك ما تبقاش غير خدمه دار الخدمه مدرسه دار الخدمه غتملوا غتعيا دوك الناس اللي كيجيو للمدرسه كيعياو من المدرسه وما كيبغيوش كاع اصلا يمشيو ليها ياك
والناس اللي كيجيو من الخدمه كيفيق مع الصباح حتى الصباح الله يحسن العوان، المهم كيجي مستخيص من الخدمه كيجي معيان فهمتو. دونك ملي كدير شي حاجه جديده في نهارك ما كتخليك حاجه جديده وتكون زوينه صراحه، ديما حاول كل نهار تزيد شي حاجه زوينه شي حاجه جديده في نهارك، هذيك الحاجه ما تخليكش مازال تفكر في داك العيا ديال الخدمه اولا داك العيا ديال القرايه، ديما كتخليك تفكر فيها هي، يعني كل نهار كتخليك تفكر فيها هي وكتنسيك في داك الشيء كتنسيك في العيا. دونك حاولوا تجربوا هذه اللعيبه زوينه صراحه. غير حنا المشكل ديالنا كنعاودوا نفس الروتين كل نهار كتعاود نفس الروتين، اصلا نورمال ما يعجبكش الحال سي نورمال ولا كتمل حيت كتعاود نفس الحاجه غدا عارف شنو غدير، كتقول غندير داك الشيء داك اليوم والبارح وبعدو فهمتوا. ولكن ملي كتبغي تزيد شي حاجه جديده كتكون متشوق امتى توصل امتى ديرها، سواء كتكون في القرايه كتقرا سواء كتكون في الخدمه كتقول امتى غنخرج باش نمشي ندير هذيك، يعني كتحس بالوقت دغيا كدوز. دونك هادشي اللي كاين، حاولوا ان تزيدوا شيئا جديدا في يومكم. وقع لي واحد البلانات موتو طاح واحد القلاب تميت غادي جاي من حدا البحر تما تميت غادي في الرمله هكا وخاشي وجهي في البورتابل ملي كنجاوب على لي ميساج ديالكم بعدا شويه وانا نلقى ها هما هادو ما عرفتش واش غيبانو لكم ولا لا، هي هاد لابوبيل هادي وهاد التويشيه كنت غادي حاضر راسي هكا وبانت لي شي حاجه قدامي صحاب لي واش جوج جالسين مع بعضياتهم وانا نقول لهم سمحوا لي اخوتي درت هكا غيتبان لي لابوبي والله العظيم الا كنضحك بوحدي كنضحك على راسي لا فاهم واحد الله الا ما عرفت اش غنقول. شحال من واحد كيبقى يصيفط لي هذا الميساج كيقول لي دير لي ديديكاس في الفيديو في الفلوق الجاي بون مزيان هذه القضيه ديال الديديكاس واعره، شحال من واحد اخر كيقول لي دير لي هذيك القضيه ديال الكيو ان اي ديك سؤال جواب باش انتم تسولوني وانا نجاوبكم، حتى هذه مزيانه وكنفكر فيها. اللي بغى ندير لي ديديكاس يحط لي كومونتير في هذا الفلوق هذا كومونتي قول لي عجبك ياك ودير لي اونتر بارونتيز دير لي سميتك وكنيتك ياك باش انا ندير لكم الديديكاس كاملين وكاني كنقولها في هذا الفلوغ هذا، حطوا لي سميتكم باش ندير لكم ديديكاس في الفلوغ الجاي. من بعد غادي ندير لكم واحد الفيديو اخرى اللي تسولوني فيها وانا نجاوبكم، قضيه زوينه صراحه حيت شحال من سؤال كيجيني دونك خاصني نجمعوا كل شيء في فيديو واحد ونجاوب لكم على الاسئله ديالكم. وحاجه واحده اخرى اللي مهمه بزاف صراحه اللي هي الماكله ديالي مازال ما جاتني دونك غادي نلوض ندير شعيديه ونجيب ماكلتي بيديه كاين ناس بزاف ماشي بزاف تاني دونك غادي نتسناو الماء باش نحطو في السيارة صراحة بلاصة الصيف كتبان في أكادير شوفوا كنتاكي خاوية كنتاكي ما كيتوهد لا بلاصة الصيف صراحة كتبان والله. غادي ندوزو تاني حدا لاكوب دور وشوفوا ثلاثة الناس اللي كاينين في لاكوب دور خويا لا الصيف والله الا كيخلي بلاصتو صراحة يا هنا خويا لا تضر خويا حنا واقيلا تلاقينا مع لافامي واقيلا هنايا تلاقينا مع لافامي واقيلا ياك سلام صافا لاباس عليك كلشي بخير هانيا شخبار هانيا بخير لاباس عليك تباني معانا ماشي مشكل ايوا لا فامي تحيه لكم. هادي كنقول لكم دابا تلاقيت مع شحال من واحد وكاع اللي كنت تلاقيت معاهم صراحه تلاقاو معايا ما كنفلوغيش وما بانوش معايا اول وحده تبان معايا صح على بس عليك بخير اش كدايرين نتوما كلشي مزيان انا معاكم لكم في الدغاه يا 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 لاباس عليك انا اختي كلشي بخير الله يحفظك بارك الله كتفرجي معايا ضروري انا سكرتها مصرفين وي وي كنعرفك لاباس عليك كنعاود نسلمو ثاني هانيا بخير الله يحفظك بارك الله فيك نجي مع لي فلوك ديالك الله يحفظك شرف لي شكرا بزاف والله ربي يخليك والله صافي بليزير نتلاقى معكم الحمد لله العظيم شكرا بزاف كتشجعوني بزاف والله العظيم شكرا يلا تحياتي شكرا بارك الله فيك والله في راسك ها اللي كنقول لكم شتو قالت لي كنصور في هذا الكرون رو د اكادير وهي تعيط لي صافي بليزير والله العظيم هذه كنقول لكم شتو بحال هكا راه كيشجعني بزاف والله العظيم والله الا شي حاجه واعره ثاني وحق الله عرفتي واو انا عرفتي ما عرفتش ما عرفت انا كنشرح لكم هذا الاحساس ملي كتلاقى مع شي حد كيتفرج فيك راه كتعرف باللي لي فيديو ديالك راه وصل الميساج اللي كتبغي توصل للناس راه وصل بعد ما الناس كيبغيوك هكا وكيتلاقاو معاهم ويعيطوا لك راه شي حاجه مت بات واعره والله العظيم تحيه لكم وكنعتذر من الناس اللي ما بانوش اللي تلاقيت معاهم في الاول ما بانوش معايا في الفلوق
حيت والله العظيم لقاوني اصلا لقاوني مازال ما بديتش الفلوق ديك تما لقاوني مازال ما كنفلوغي و لي بارامتر ريغلاج ديال الكاميرا تخربق ياك حيت انا كندير بها حتى لا فوتوغرافي دونك حتى لي بارامتر كيتبدلوا ديما دونك الا زيدها وكان قد تاني في البارامتر غادي نعطله وما بغيتش نعطل حتى واحد صراحه داكشي علاش هاد الدريه هادي لقيتني كنفلوغي اوف عييت الدروش ما كاينش السفر والله العظيم بيني وبين لانطري ما شحال هادي هاد الدريه لقيتني كنفلوغي ودخلت في الفلوق وانا ريعيت الدريه هي من الناس اللي كانت من الناس الاوائل في لاباج الناس الاوائل اللي كانت كتحضر لي لايف وكتحضر كتكومونتي بزاف تحيه ليها والله يعني هذوك اللي كيتفاعلوا ديما راه كنعقل عليهم تقول لي غير سميه نعقل عليك يعني دوك اللي كيتفاعلوا ديما الاوفياء وراكم نتوما كاملين اوفياء صراحه والله العظيم عييت اي انا جيت دونك انا وصلت للخدمه دابا ياك جيت حليت لي مايل ديالي لقيت على يوتيوب ليكيب ديال يوتيوب كرياتور اكاديمي جاوبني كرياتور اكاديمي باش نفهموها هي واحد الفورماسيون كديرها يوتيوب اونلاين يعني كدير لك واحد الفورماسيون في التصوير كيفاش تصور فيلم يعني ملي كيقولوا لك هما كيفاش تصور فيلم يعني راه فلوغ بودكاست دي كومونتير اي حاجه كيفاش تصور يعني فيلم بصفه عامه والباح وصلتني نوتيفيكاسيون في الباح وصلتني نوتيفيكاسيون في لاشين ديالي كاين شي ناس وصلتهم شي ناس ما وصلتهمش ما عرفتش بالضبط كيفاش كيختاروا الناس ديالهم المهم انا وصلتني دخلت درت ترانسكريبسيون تسجلت واليوم جاوبوني بلي قبلوا يعني على هاد الفورماسيون هادي اونلاين هاد الفورماسيون هادي كيعطيوك دي فيديو كتفرج فيهم دي فيديو كتفرج فيهم كتخصك تستافد منهم يعني داكشي اللي كيقولوا لك خصك انت تشدو ابري كيقولوا لك غندوز لك واحد بحال اكزامان كيسولوك دي كيستيون دوك لي كيستيون خصك تجيب على الاقل 75% منهم صحاح هكا كتشد لاتيستاسيون ديالك من اليوتيوب واحد لاتيستاسيون واحد الشهاده التقديريه واحد الشهاده التقديريه على انك دوزتي الفورماسيون ديال التصوير فهمتوني هادشي اللي كاين دابا نتا كنتفرج في الفيديو ها هو هاد الفيديو On décide celle que l'on garde ou non, en développant encore plus ses idées. Dans la deuxième partie, je vais vous expliquer comment développer votre histoire. Les individus ou les personnages de vos vidéos constituent un bon point de départ. Ce que j'aime faire, c'est imiter les gens. Beaucoup de personnes pensent que je suis un petit singe capable d'imiter sur demande. Comme je fais des monologues, que des changements de plan interrompent, il faut que je reprenne ce que je disais avant. Pour les récits et les courts-métrages, je ne... صراحه عجبتني هذا لا فيديو بزاف لا البنت خايبه بصراحه يعني دونك لا فامي انا عاد ساليت الفورماسيون صراحه قولوا لي مبروك عرفتي شحال جبت 91% من الاجوبه اللي صحاح ها هي باش تشوفوا تقول لك كنسال عليكم اخوكم خاطين ها هي شتوها فيليسيتاسيون ها هي 91% دونك recevoir mon attestation غادي نكليكيو عليها دابا نكليكيو عليها نكليكيو على هاد recevoir mon attestation ونشوفو شنو غادي يعطيونا ها هي لاتيستاسيون اتيستاسيون دو فورماسيون فيليسيتاسيون فايصل فلوغ فوز افي تيرميني لا فورماسيون ناري 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 هاكم بدا كيجمع في الدبلومات دونك لا فامي اختاريت لكم اليوم جوج ديال لي كومونتير و جوج ديال لي ميساج غنمشيو للميساج الاول حيت الوقت دغيا من اغا ام سي بي في سلام برو انا من لي فان ديالك عندي ليك اخويا جوج تدخلات الاولى هو تمنيت كون درتي شي فلوغ في هذا النهار ديال الانتخابات وتصور النهار فاش مشيتي تصوت ما صوتش اول حاجه الثانيه هي اخويا الى ممكن تحاول ما تبقاش تول ما تبقاش تطول من الاخر من الاخر فيديو يعني في الاخر ديال الفيديو فاش كتكون في السي بي حاول تعطينا بالمختصر بان ليا انا اللي طولت دابا السيد قشع راسو فعلا انت اللي طولتي لا ما طولتي والو بالعكس مرحبا زيد مازال في صيفط لي عريضه غادي نقراها مرحبا بك وان شاء الله غنحاول نقص حتى نتوما الا بنت لكم بلي كنطول قولوها ليا في كومونتير راك عزيز تانت راك عزيز حبيبي وشكرا بزاف الميساج الثاني من مريم الصغير مريم الصغير صيفطات لي ميساج وصيفطات لي تصويرتي قالت لي في خاطر ايويس انت مازيرتينو في خاطر ايويس انت مازيرتينو مره غنبقى نقاد ليك تصويراتك وبغيت نقول ليك تبارك الله عليك وزيد القدام ان شاء الله غنبارطاجي القناه ديالك في لي جروب اللي كنسيرهم شكرا بزاف ربي يخليك
باش توصل لاكبر عدد من المشتركين. ربي يخليك وشكرا بزاف. تحيه لك. كومونتير كومونتير الاول يلاه من ابراهيم جميل، يلاه دير جيم ليا وهضر عليا فشي لقطه باش تابوناو عندي، راه ما غادي تخسر معايا غير لقطه، وراه قريب نبدا ندير لي بودكاست ولي فلوغ ونتلاقاو في يوتيوب كرياتور ان شاء الله اخويا، واللقطه ما خسرتهاش معاك، بالعكس ربحت معاك لقطه. وتابوناو عنده، دخلوا تابوناو عند ابراهيم الجميل وبون كوراج خويا. كومونتير ثاني من سلمى بالقيد، سلمى بالقيد قالت لي تبارك الله عليك فيصل، هذاك ماشي صليب، كتهضر على الحلقه اللي قبل على الصليب، هذاك ماشي صليب، انا عندي بحالها تانا خديتها من خنيفره اونتر بارونتيز ام الربيع. وي لوف يو فيصل، الله يحفظك، انا كنبغيكم كاملين وشكرا بزاف بزاف بزاف. فوالا انا خديتها من ام الربيع، واللي ما شافش الفلوق ديال ام الربيع يدخل يقلب عليه في لاشين، راه كاين وتفرجوا فيه. قبل ما نسالي الفلوق بغيت نبارطاجي معكم واحد لاشين اللي زوينه زوينه بزاف ديال ياسين وسعيد اللي سميتها جيس شو. هاد ياسين وسعيد كاينين في السويد وكيديروا يعني شي لعيبات زوينين صراحه، كيديروا حتى هما دي فلوق مره مره، كيديروا دي زانترفيو بيناتهم، كيتناقشوا كيهضروا على شي حاجه. دونك هاد في هاد الاواخر هضروا على الفلوغين، بارطاجا بفخر الدين، تحيه لفخر الدين من هاد المنبر، وبانت لي عنده ودخلت تفرجت فيها ودخلت لاشين تفرجت دي فيديو ديالهم عجبوني صراحه، وتحيه ليهم من هاد المنبر. هضروا على الفلوغين، دونك نخليكم مع هاد اللقطه باش تعرفوا عليهم. رحبوا معنا بعد ديك الحلقه اللي هو شنو هو الفلوغين، الفلوغين الفلوغ، الكلمه ديال الفلوغ جوج كلمات، فيديو وبلوغ، فيديو وبلوغ يعني كدون. دونك هادشي اللي كان، دخلوا تابوناو عند هاد الدراري هادو كيديروا شي حاجه زوينه صراحه، وتحيه ليهم من هاد المنبر. تابوناو عندهم وشجعوهم حتى هما صراحه، طولت عليكم ثاني مي سمحوا لي، كنبغي نبارطاجي معكم اكبر عدد من الحوايج اللي دازوا في هاد النهار هذا. دونك سمحوا لي، كنتمنى كاملين 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 تكونوا بخير، كنتمنى تكونوا كاملين دوزتوا نهاركم بخير، كنتمنى تكونوا كاملين نعستوا بخير وفقتوا بخير. الله يوفقكم كاملين، واي واحد باغي يدير شي حاجه الله يوفقو، الله يوفقكم كاملين، بون كوراج. اي واحد باغي يدير شي حاجه غير يديرها ويزعم ويحط واحد الهدف قدامه ويخدم عليه غادي يوصلوا ان شاء الله. تهلاو في رئيسكم تاع فلوق جديد ان شاء الله. ما تنساوش كيما ديما تابوناو في لاشين، الناس اللي جداد تابوناو في لاشين، والناس اللي قدام سيفتوا لاشين لصحابكم باش تابوناو فيها. ديروا جيم للفيديو، بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، وديروا جيم لاباج. كان معكم فيصل فلوق تاع فلوق جديد ان شاء الله. بو.